انا بتفرج على المسلسل كفيلم، يعني انا بقعد على المنصه بشوفه ورا بعض، بس فيلم طويل يعني فيلم مثلا 7 ساعات، بس بستمتع استمتاع عظيم. انا بشكرك بجد على جمالك وتعبك ومهنيتك وابداعك. الميزه في كامله، كامله مش مخرجه بتاخد نص تنفذه، لا هي بجد النموذج للمخرج اللي اتقال عليه مبدع. المبدع اللي هو ليه اضافه في كل شوت وفي كل جمله، يعني انا باخد النص مع كامله بيبقى يعني لما اقراه حاجه، ولما اشوفه اثناء التنفيذ حاجه، ولما اشوفه على الشاشه في الاخر حاجه تانيه خالص. فانا واحده من الممثلات اللي لما بفرح جدا لما اشتغل مع كامله، وبسلم لها نفسي تماما بثقة فظيعة، لأنه من أكتر المخرجين اللي قابلتهم في حياتي اللي بيحبوا الممثلين بجد. على فكرة في مخرجين ساعات بيغيروا من الممثل، مش بيحبوه قوي، بيحبوا شغلهم في الأساس، عايزين يعملوا الكادر بتاعهم صح، حتى لو الممثل صح أو غلط، أو مش هقول غلط، لكن كاملة دايما ممكن نعمل الشوت كويس قوي بس تقولي أنا حاسة أنه ممكن يتعمل أحلى، أنا حاسة أن ممكن يبقى جواكي أكتر من كده. فدايما بيبقى فيه إضافة للممثل، وعشان كده كل الممثلين بيطلعوا معاكي حاجة، مع المخرجين الآخرين حاجة تانية. ليه؟ ما هو هو نفس الممثل، لكن حب المخرج للممثل وتعتبره هو أهم أداة. هي بتهتم طبعا بكل أدواتها وبكل التفاصيل، بس هي بتشوف ان الممثل اهم حاجه. لو في غلطه في شيء اخر بس الممثل عندها عادي قوي ومش هيعرف يعمل ده تاني، يمكن تفوت الغلطه البسيطه وتقول بس الممثل بتاعي يبقى بقوته. كامله عملت طفره في السينما المصريه، يعني انا اول فيلم اشتغلته معاها 1-0، انا فوجئت، انا اللي استلمت الجايزه نمره 50 من روسيا. مفيش فيلم في تاريخ الفن كله، على فكره انا كاتبه ال50 جايزه، طبعا هما مش ليا، انا خدت مثلا 5-6 مرات احسن ممثله، لكن هذا الفيلم حصل على 50 جايزه. بشكر حبيبتي واختي الفنانه الكبيره الهام على الكلام اللي هي بتقوله، وطبعا انا دايما بقول في النهايه المخرج الساحر هو مش هيحط العصايه على راس الممثل هيمثل كويس. في النهايه الموهبه هي اللي بتحركني معاه، يعني انه انا ممكن اكون ببقى سبب في انه يبقى فيه مخزون جواه يمكن لسه ما ظهرش، بس في النهايه انا حظي كويس قوي ان انا الحمد لله اشتغلت مع ممثلين كبار صادقين، بيبقى خوفهم على اسمهم وعلى شغلهم معايا، يعني كنا بنبقى بنسند ظهر بعض في الشغل، لان طبعا احنا بنشتغل في ظروف متعبه جدا جدا، بالذات تحديدا المسلسلات، يعني ممكن نكون بنشتغل ساعات فوق ال20 ساعه وفوق ال30 ساعه، فالممثل بيبقى في حاله صعبه، بس الحافز والحب هو اللي بيحركنا احنا الاثنين ان احنا نفضل ماسكين ايدينا في ايدين بعض.